الرحمن الرحيم. في هذا الدرس سوف نتعلم كيف نكسي مجسم بعدة خامات. نبدأ الدرس، نفتح 3D Max، نرسم بوكس، طبعا بدون سيجمنت. نذهب إلى محرر الخامات، بعد كذا نأتي بخمس خامات نفس مكتبة الـ 3D Max. نأتي مثلا بهذه الخامة وهذه 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 وهذه، مثلا خامة البلاط هذه. بعد كذا نحول البوكس إلى Edit Bully، نختار بولين، نختار هذا الوجه، نأخذ مثلا هذه الخامة ونسقطها عليه. بعد كذا نختار هذا الوجه ونأخذ هذه الخامة ونسقطها عليه. بعدين نختار هذا الوجه ونأخذ هذه الخامة ونسقطها عليه. نذهب إلى الجهة الأخرى، نختار هذا الوجه ونضع عليه هذه الخامة. بعد كذا نأخذ هذا الوجه ونضع له هذه الخامة. بعد كذا نعمل له ريندرينج، هذه هي النتيجة، مجسم بعدة خامات. وهذا هو الدرس، وشكرا.